يسعد صباحكم مشاهدينا ولجولة الصحافة مع حسام. صباح الخير حسام. يسعد صباحك روان. يسعد صباحك. وكمان عليك العافية يعني رشح وكبيرية بعد فصل الشتاء هيك بيكون دائما. صباح عليكم مشاهدينا بجولة جديدة في أخبار الصحافة. تعيش مناطق سيطرة النظام السوري حالة من الشلل في قطاع المواصلات بسبب شح المحروقات بعد توقف التوريدات النفطية من إيران باتجاه المواني السورية. ورصد موقع تلفزيون سوريا عن صفحات محلية صورا لعدد كبير من المواطنين وهم ينتظرون وسيلة نقل تقلهم إلى عملهم، بالإضافة إلى توقف معظم شركات النقل عن تسيير رحلاتها بين المحافظات بسبب انقطاع مادة المازوت. ويوم الخميس الماضي كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام بسام طعمة أن البحرية الأمريكية أفرجت عن ناقلة نفط سورية بعد أن احتجزتها لعدة أشهر في اليونان. نعم. ونبقى مع أخبار المحروقات. نقل موقع بزنس تو بزنس الموالي عن مصدر مسؤول تأكيده وصول ناقلة نفط تحمل 700 ألف برميل إلى ميناء بانياس أمس السبت، مضيفا أنه بدأ العمل على تفريغها فورا وتحويلها إلى مصفات بانياس للبدء بتكريرها ومن ثم نقل مشتقاتها خلال الأيام القليلة إلى المحافظات لتحسين الواقع الذي تأثر سلبا خلال الأيام الماضية بسبب قلة التوريدات. وأشار إلى أن نواقل جديدة ستصل خلال الفترة المقبلة من دون أن يحدد موعدا لوصولها. يعني أزمة المحروقات صار أسبوع متفاقمة في مناطق سيطرة النظام، شلل تام يعني مواصلات ما في داخل محافظات، بين محافظات البولمانات وقفت الرحلات، الاتصالات تأثرت لأنه ما في محروقات لحتى يتم تزويدها. بالإضافة لهذا الشيء الإنتاج تأثر كمان، ما عاد في كتير ورشات صغيرة ومعامل وقفت عن الشغل بشكل كامل لأنه ما عاد في محروقات، واللي ارتفعت أسعارها بالسوق السوداء بشكل كتير كبير. يعني هو محدد مثلا سعر لتر البنزين ب 5500 فوصل ل 17000، صفحة البنزين وصلت بحلب والشام لل 20000، وهذا الشيء عم بينعكس سلبا على الأهالي. تجمعات كبيرة على مواقف وسائل النقل السرافيس والباصات لحتى يقدروا ينزلوا على شغلهم أو يرجعوا من شغلهم. بالإضافة لهذا الشيء طلبوا بتعطيل المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس لحتى تنحل هي الأزمة. تأخر في توريد ناقلة النفط بحسب الأخبار اللي طلعنا عليها واللي نقلناها، كانت محتجزة ناقلة نفط وتم الإفراج عنها لا يتم تزويد سوق في مناطق النظام. أكيد تأثر على كل القطاعات حسام مثل ما ذكرت طبعا، ونحن على أبواب الشتاء أيضا، هاي الساحة تكون عبء أكبر يمكن بكل تأكيد. يعني حتى كهرباء ما في، يعني كله طبعاً عايش على أغلب الموجودين بمناطق النظام عايشين على الأمبيرات والمولدات اللي بيشحنوا من خلالها البطارية حتى يكملوا الساعات، فيرتفع سعر بشكل كتير كبير. وكانت من أو 9 أو 10 ساعات الأمبير الواحد يجي ما يقارب بين 25 و 15 ألف ليرة، عم تتراوح وصلت ل 30 و 35 ألف ليرة، والساعات كانت 6 صارت 4 ساعات و3 ساعات بس عم تجي. وما عم نسمع عن الأخبار الموجعة خلينا نقول، لأنه الشتاء القارس لسه ما بدأ من حسن حظ الشعب السوري. يعني والله هو والله هو يا يارا من سوء حظه كل شيء اللي عم بيصير للأسف. يعني أنه نحن على أبواب الشتاء في مشكله بالمحروقات، بروح على الصيف في مشكله وازمه كثير كبيره بالكهرباء مشان الضغط والتبريد. يعني الصيف عم بيكون عليهم قاسي والشتاء عم بيكون عليهم قاسي على اهلنا السوريين بالداخل السوري. بسبب انخفاض القيمه الشرائيه للليره السوريه بدات بعض الزوجات بالمطالبه بتعديل مهورهن مقابل الليرات الذهبيه او غرامات الذهب للحفاظ على قيمته. وقال القاضي الشرعي الثالث في دمشق خالد جندي لصحيفة تشرين الموالية: المحاكم السورية تشهد تسجيل مهور فلكية وأخرى قيمتها متدنية، حيث أن أقل مهر تم تسجيله هو 10 ليرات سورية كمقدم ومثلها كمؤخر، في حين كان المهر الأعلى في إحدى معاملات الزواج هو 15000 ليرة ذهبية. بأسعار الدولار البورصة صارت
تماما يعني حتى بحسب التقرير والتفاصيل اللي فات فيها انه نسائنا بعد مثلا كان قبل مليون او مليونين او 500,000 حسب يعني مثل ما ذكرت رواح حسب تراجع او انخفاض او هبوط سعر الصرف مقابل الدولار، فانه لا خلينا نسجله بالدولار، في منه لا خلينا نسجله قد ايه كان مثلا هلا مقابله بيضربوه على الدولار ب 5500، خلينا نعوضه وسجل لي اياه لحتى انا احفظ حقوقي. وهي طبعا بعض النساء عم بيتعاملوا في هذا الامر، والبعض الاخر بكل تاكيد لا. وذكر التقرير شيء كثير مهم انه يذكر دائما انه في تراجع بمعدلات الزواج بمناطق سيطره النظام، فهو اكد في تاخر بسن الزواج، ولكن معاملات الزواج هي كثيرة مو قليلة نهائيا. شو رأيك يا رب بشغلة يعني انه شو اسمه أنا تعديل المهر؟ انه اوكي ممكن اذا حدا هلا بده يتزوج نتيجة الظروف منقول ماشي حال يعني، لا هو تعديل، بس التعديل يعني صراحة شو موقف الزوج، شو موقف الزوجين يعني؟ شو اذا قلتي لزوجك شو ممكن يقول لك انه عدل لي اياه من على الدولار؟ انا للأمانة ضد قصة المهر، مش هيك ضد قصة المهر، وانا بضم صوتي لصوتك بالتأكيد ضد قصة المهر. اما في تركيا عدد صحيفة عن بلدي تقريرا بعنوان المطاعم السورية في تركيا أجور التوصيل لا ترضي المشتري، استطلعت من خلاله آراء بعض الزبائن حول المقابل المالي لهذه الخدمة، ليؤكد عدد منهم أن المطاعم تبالغ في أجور التوصيل أو ترفع قيمة الوجبة على تطبيقات طلب الطعام بدلا من إضافة أجور توصيل، في حين أن المطاعم التركية لا تتبع هذا الأسلوب. أما بعض أصحاب المحل أكدوا أن العديد منهم لم يعد يوظف عمال توصيل الطعام، واتجهوا للتعاقد مع أشخاص ودراجاتهم النارية، وهو ما رفع من أجور التوصيل، في حين اعتبر محمد الحمصي الذي يعمل في توصيل الطلبات أحد المطاعم السورية على دراجته الخاصة وجود أجرة لتوصيل الطلب مسألة معيبة بحق المطعم ومزعجة أيضا للزبائن، مبينا أن أجرة توصيل تعود كليا للمطعم ولا نصيب للعامل فيها. يعني هذا التفصيل صار في جدل عليه من فترة، يمكن برمضان الماضي كمان، أنه بتطلب طلب من المطاعم السورية للأسف بعض المطاعم طبعا بيقول لك انزل من البناية، وصل الطلب انزل أمر انزل يعني ما في يعني لا بنزل على المطعم بجيب يعني وقفت على طلعت الدرج تماما بس. هي يعني حس يعني خاصة أنه الأجور عم بيكون بمبالغ فيها في بعض الأحيان، يعني مشكلة مثلا أنه نزل لحتى مثل ما ذكرت يارا أنه نزل لتأخذ طلبك، الأمر الثاني أنه مثلا عم بيكون وجبة ولنفرض 50 100 150 ليرة، فعم يقول التوصيل عليها ما بين 10 و15 ليرة، إذا مسافة بعيدة عم يطلب أرقام كتير كبيرة، وهذا الشيء مو موجود نهائيا عند المطاعم التركية. المطاعم التركية بتطلبي أي شيء قد ما كانت قيمته، فهو توصيل بيعتبر خدمة إضافية كأي خدمة تانية بقد ما المطعم. طبعا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي نحن بنشوف دائما أنه بيكون هذا الجدل، وفي تقرير حكت عن هذا الأمر أنه لا لازم يكون خدمة هي ضمن الخدمة، ولكن للأسف يعني الزبون هو عم بيكون الضحية بحسب التقرير وبحسب عامل الدليفري، يعني بيقولوا أنه هذا الشيء ما بيرضي الزبائن وهو استغلال لهم بشكل أو بآخر. وعن أخبار الدراما، إبراهيم علي عدى تقرير في صحيفة العربي الجديد عنوانه الدراما المشتركة ممثلون أضاعوا الهوية، قال فيه أن المسلسلات العربية المشتركة المنتجة في السنوات الأخيرة أصبحت كثيرة، في حين أن معظم الجمهور السوري لم يتقبل هذه الأعمال ولا يتفاعل معها بالشكل الذي تحصده الدراما السورية الخالصة. وأضاف أن معظم الممثلين باتوا يفضلون العمل في هذا النوع من الأعمال لما يحمله من نسب مشاهدة عالية وزيادة في المدخول المادي، لكن أمام نجاح هذه الصناعة يحصر الممثل العربي نفسه بين مجموعة من الأعمال التي توصف بالتجارية طبقا للمفهوم الترويجي والأحداث أو القصص التي تتناولها. يعني كثير نحكى بالموضوع من قبل نقاد وشركات، ولكن صافة موضوع الربح يمكن أهم من موضوع الفن، مين أكثر بيجيب نسبة مشاهدات، وعم نلاقي في جمهور هو الجمهور الجمهور عم يكون مثلا الجمهور السوري، وقت نحن نشوف نجومنا وممثلين السوريين كانوا يؤدوا اعمال، كانوا يعالجوا خاصه المخرجين كتاب يعالجوا قضايا محليه، وعندنا عشرات المسلسلات اللي هي بتحكي عن كلياتنا، عن وجع الناس، عن املهم مستقبلهم
والى اخره، ولكن لما بتنتقلي لاعمال مشتركه هي ابدا ما بتجسد الواقع نهائيا وبعيده عن السوريين بشكل تام. في صوره ذهنيه عند المتابع السوري او المشاهد السوري انه بده يعالج قضية ما، بده يحكي عن قضية ما، بده يعالج قضية إنسانية اقتصادية نفسية وإلى آخره، قضية المرأة، قضية الرجل، قضية الأطفال، قضية الزواج، هذا شيء أبداً ما عم بيشوفوه بدراما مشتركة. ولكن مثل ما قلتي روان بالضبط، ولكن كمان سطحية، يعني مو بس سطحية، بتلاقي قبوع عند الجمهور العربي. يعني هلا بطل الشعب السوري بده شيء يحاكي الواقع، بده يطلع من الواقع، بده يغير جو، خلينا نقول عم بيكون شيء مثالي لدرجه ما انه موجود ولا حتى ولا بالمجتمعات السوريه بصراحه، من حيث اللبس ولا الحياه المثاليه المتكامله اللي هي شيء خيالي جدا بصراحه. فما عم بيكون انه هذا هيك المثاليه، مو مثاليه، خلينا نقول انه اي حدا حب يكون كامل، يعني فعلا عم بيصوروا له بالفيلل والسيارات والى اخره، وبالمقابل مثل ما قلتي ما حدا قدران يعيش هي العيشة، أو نسبة العظمى مو قادرين تعيش هي العيشة. شكرا لكم، هاي كانت جولتنا لليوم، وتشكركم مشاهدينا، بلقاكم بكرة بجولة جديدة وأخبار جديدة. شكرا لك حسام، نهارك سعيد.